الآن نجي للطريقة الحسابية لتقييم التكلفة والوقت. هل حاجة على الزبون بدينا نقرر ونشتغل نقول بالضبط تكلفتك بتكلف كذا وكذا. طبعا أنا هحكي عن اثنين، هركز على واحد في غيرهم كثير. هنا الكوست استيميشن عبارة عن ماثماتيكال فانكشن. كل شيء ماثماتيكال ناجح، كل شيء مش ماثماتيكال مش ناجح. تمام؟ ماثماتيكال فانكشن. في معادلات وفي نظريات نعملها، ممكن نستخدم بعض الانبوت مثلا ايش؟ سلوك لو ايش؟ نسيت ايش اختصاص سلوك، والله نسيت ايش؟ نمبر اوف فانكشنز، اعتقد عدد الاسطر مش مكتوب. طيب اول واحدة هي كوكومو. كوكومو هذا واحد خبير سوفت انجينيرنج اقترح كوست استيميشن لمين؟ للاجايل. كوكومو لا هيها كونستركتيف كوست موديل. كوكومو اقترح ايش؟ طريقة للشلال في 81، بعدها عمل كوكومو 2 كوكومو 2 في 95. ما بدناش نحكي لانه بتحكي عن مين؟ عن الشلال. خلص دخلنا على مين؟ عادي هنخش، هيك هنخش مين على الاجايل. الاجايل بيعني انه اغلب مشاريعها اليوم هتكون ايش؟ اجايل. طيب تم تطوير الفكره هذه بناء على منهجيه اجايل، تم دراسه مجموعه شركات. هيك في الشلال بكل الامش محدد من قبل وصل على قبل المدير، يعني في عندنا مثلا فتره التحليل بنجيب 3 4 بيشتغل عليه، فتره كذا بنجيب 3 4. الاجايل بيختلف الامور، الفريق اللي دخل في ايش؟ في المشروع من بدايته لنهايته، هو المسؤول عن كل شيء. طيب اول شيء عشان نحدد الاستيميشن بشكل دقيق يجب نحدد صعوبة اليوزر ستوريز ووقتها. كالتالي بنجيب يوزر ستوريز هيو بنحدد طولها وصعوبتها. يعني ممكن تكون في مهمة سهلة بس بدها وقت كتير في عملها، في ممكن تكون مهمة مبينة سهلة بس بدها ايش؟ صعبة بدها برضه وقت. يعني هيك هنشوف كيف بنيجي بنقول قديش طول اليوزر ستوري؟ نعطيها ارقام من 5 من 1 ل 5. 5 ايش معناته؟ اكستريم لارج ستوري. يوزر ستوري في النوت ايش؟ طويله كثير. حلو؟ رقم 2 بتكون ايش؟ تو لارج بدها استيميشن عالي، بدها وقت كثير، بدها يعني تقييمها عالي. ممكن كمان هذه ستوري كمان ممكن بكره نجزئها لايش؟ لاكثر من واحده. رقم 3 ممكن كمان حتى نفصلها تكون شيء كبير لحاله. رقم 4 اذا نعطيها رقم 4 يوزر ستوري بنقيمها 4 requires the focus effort to deliver for long period، وقت كثير ولا تفكير تقريبا اسبوع. should consider the breakdown، انتم ممكن كمان تتقسم الى قصص اصغر بس ايش فيها باقي الامور؟ اللي ايش ممكن تكون مكتبه مستقله. رقم 3 متوسطه بدها تفكير من يومين لخمس ايام. رقم 2 think in terms of roughly day، يوم او يومين بدها. واحد صغيره بتخلص في خلال ساعات. نعطيهم يوزر ستوريز بتكون على جدول نقدر ناخذها هيك نحسب مع بعض وبندردش ونكتب جنب ارقام. حلقتها بعد الافورت بنقيس مين؟ الكومبلكسيتي. غير انه هي يعني انها فعلا هي صعبه، هي ممكن تكون صعبه برضه. لكن هي مثلا الفورمز، مين اشترى الفورمز؟ بنعطي هذا اليوزر ستوري كومبلكس تاسك تبعها زي ما نقول ايش 5، بتكون كومبلكس جدا مرتبط فيها كثير يوزر ستوريز بدها واحد محترف في جزئيه معينه. تمام؟ صعب برضه نقيم كل شيء عنها،
في كثير حاجات مجهولة يعني ممكن في معنا يعني تاخذ وقت أطول بدها فاكتورينج كثير بدها ريسيرش تبحث شوية فيها مش واضحة تبحث على الإنترنت عن كود عنها مش فاهم أنت تكتب على SMS مثلا بدها يعني هذا هو الكلام رقم أربعة كومبلكس بدها بحث بس بتكون أقل من اللي قبلها هذا بدهم يعني مراجعة رقم ثلاثة متوسط الصعوبة مرتبطة شوية يوزر ستوريز بدها سكيل بس مش عالية كثير فيها شوية أنون بدها ريكويرمنتس بدهاش بحث كثير بدها شوية بحث يعني أنت بتعرف عنها شوية بس بدك تطور فيها اثنين سهلة الفهم بدهاش ريسيرش كثير أغلبها معروف في بس حاجة هاشتين مجهولة بس واحد سهلة جدا وتعرف كل شيء عنها حلو؟ هيك بعد ما خلص شو بنعمل؟ بنجمع مطلوب الكومبلكسيتي في التايم اللي هو السايز هذه الخطوة الأولى مش زي ما بنقول عندنا 13 يوزر ستوري 9 مودريت لارج وايش مودريت كومبلكس واثنين سمول سايز ولكن ايش؟ مودريت لكومبلكس يعني الأولى 9 مودريت لارج ايش يعني مودريت لارج؟ 3 مش قلنا 3 ومودريت كومبلكسيتي مودريت كومبلكسيتي قديش مودريت كومبلكسيتي؟ هاي مودريت كومبلكس مودريت كومبلكس لا هذه فيري كومبلكس وهذيك اكستريم كومبلكس مودريت هي 3 هاي اول واحدة الثانية 9 تو سمول سايز مودريت لي 2 ضرب ايش؟ سمول سايز هي 1 ومودريت كومبلكس هي 3 ف 2 ضرب 3 9 ضرب 3 ضرب 3 الأولى والثانية 2 ضرب 1 ضرب 3 والثالثة 2 ضرب اكستريملي 5 ضرب ايش؟ فيري ستريت فورورد واضحة جدا 1 بيطلع قديش على المجموع؟ 97 هاي 97 هندخلها في حاجات ثانية هتنبسطوا هي في عندنا اسمها الفيلوسيتي هي السرعة قديش بنقدر ننجز أرقام في اليوم هاو ماني يونتس to offer your team complete in typical sprint قديش في الوقت في المعدل يوم او في الاسبوع بتقدر تخلص ساعات to measure the project velocity you simply add up the estimated user stories that were finished during the iteration يعني user stories بنحطهم وبنقول هدول قديش بدهم بناء على الوقت اللي احنا مقضينه اوضحكم بنحسبها كالتالي كم يوزر ستوري حنقطع في وقت معين يعني حنقطع الاسبوع هذا 7 يوزر ستوريز في 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 40 ساعة او 80 ساعة طب هذا ايش بنحسب يا جماعة كالندر تايم ولا ايديال تايم ايش يا جماعه ايديال تايم قلنا عشان نحسب نقول هذا بده 40 ساعه 40 ساعه هما بالضبط مثلا ممكن يكونوا 3 اسابيع 40 ساعه لا يا ابني هذا لا خربته على ده صحيح يوم على ده كان يوم ونص مش معقول يوم ونص انا جبت ماكينه ممكن هي بنحسب عدد الايام for all user stories على قديش على عدد الايام اللي احنا بنشتغلها fixed iteration time في الايتريشن 10 10 هذا ثابت بنقول عندنا 40 اللي هو التايم على 10 في الايتريشن احنا الايتريشن 10 ايام بيطلع لنا 4 هذه السرعه احنا يعني تقريبا في اليوم احنا بنخلص ايش 4 ساعات تام شغل تام حقيقة في عنا معيقات الفيلوسيتي هذه في عنا اثنين معيقات في عنا اسمها الفريكشن اللي هي ايش عبارة عن فورسز بتقلل البروجكت فيلوسيتي في عنا اسمها الديناميك فورسز حاجات متغيرة برضو تبطئ التيم مثال علينا الفريكشن زي ايش هذا نشوف بدك تجيب فريق مناسب صار عندك مشكلة في الفريق هذا حياخذ وقت تغيير البروسيس والمتطلبات هياخذ وقت تمام
عوامل بيئيه زي ايش مثلا؟ ضوضاء، التهويه، في الدنيا صيف وفيش هوايات فيش كهرباء، مش حيكون نفس الابداع. عندك الاضاءه في مشكله، في مشكله في الكهرباء، الدراسه مش مريحه، الهاردوير فيه دائما مشاكل، تيم دينامكس تمام، ممكن الفريق يتقاتل مع بعض دائما. هذا كله بناخذ في الحسبان. في جدول له جاهز موجود على الانترنت اسمه فريكشن فاكتورز، لو كتبته اجاي فريكشن فاكتورز جدول كامل. بتقول هل انا عندي اول شيء التيم كومبوزيشن، هل هو ثابت ولا فولاتايل؟ متفولاتايل يعني متطاير، يعني ممكن يصير في لخبطه ولا لخبطه كبيره ولا لخبطه جدا جدا كبيره. قول يا عم انا الفريق هذول مدفعهم فوقيهم وتحتيهم، مش ممكن واحد فيهم يغيب عني ويسيبني. بتكتب واحد عشان عندك مشاكل. تيجي على البروسيس، هل عندك مشكله في البروسيس؟ الكاستمر مبين وبطلب كثير وبعدد كثير من بدايه الكلام. بتقول كثير كثير 89 ممكن يكون مثلا 94 ممكن يكون 98 تمام؟ ممكن ممكن اذا الكاستمر جايك يا بطل محلل لك التحليل قال لك تفضل اشتغل، اختلفت الامور معاه تحط واحد غصب عنك انا جاهز وهي بقول لك انا حبيبي جاهز بس انت ايش بدك تشتغل. وطلعت عليك الامور واضحه. انفيرمنتال فاكتورز احنا بنحط دائما اقل شيء. كهرب امبارح كهرب جت عندنا في البيت 4:30 في الشركه، المفروض رجعت نجت 4:30 فاحنا بنحط كمان اقل شويه من هذا 85. التيم دينامكس بتحط القصه بدك اياها موجود. بعديها بنعمل ايش؟ بنضربهم كلهم بطلع لنا رقم. هذا يا جماعه مشروع جايك مثلا حق 100,000 200,000 مليون يا سيدي 5000 دولار وش يعني؟ شو راح يتعوض؟ 1000 دولار على فكره والله عملت مشاريع تكلفتها 1000 دولار وطلعت مش بقول لك انا بس دائما بتنقل في السعر، يعني انا عملت مشاريع ابو 1000 دولار طلع المشروع حد ادنى لازم ياخذ 2500 دولار صرت ابو 1000 دولار. هذا فعلا احنا كنت اخذ 1000 هلقيت صرت اخذ 2500 ولقيتها بعد ما صرت اخذ 2500 صرت هسه على الحر كمان. فعلا الشغل الصح بيريح كثير، بتطلع حاجات غريبه. انا مثلا انا مثلا بدي كل في الشركه بدنا كل شغل بالطريقه حق 2000 شيء ما عاد بدك تقرا بالضبط ايش البروسس. قلنا البروسس زي ايش؟ العمل الزبون تغير الزبون بطلب تغيير في عندك بس ممكن الفريق مش عارف اجايد كويس، مش كله بيعرف اجايد كويس، بده وقت لحد ما يتقن عندك حيعوضك شويه. هذا ما بتحط بالضبط لما يجيك مشروع تحس انك انت لازم تحسبه. مشروع مش ابو عطاي 500 دولار خلصت. هذا يا جماعه بعد ما نتفق مع الزبون نحطه زي ستوريز، بس نقول تكلفته مثلا من 1000 دولار ل 5000 دولار عادي. وتبدا فعلا عشان ما تظلمش الزبون وما تظلمش حالك في الشغل، تحسب هذا الكلام كله. تحطه، عارف يا جماعه قديش بكلف شغل؟ اول ما شفته خفت قلت والله هذا بده يوم، ما اشتغلته ساعتين بكون مخلص. ساعتين ساعتين بكون مخلص. يوزر ستوريز بنقعد مع بعض اثنين، هذا قديش بتكلف؟ توقعاتك توقعاتك بنعمل والفريكشن انت بس عندك ثابتات، يعني الكهرباء معروف دائما، الفريق انا عندي ثابت في شي مشاكل، الديناميك فاكتورز مش موجوده عندي دائما واحد هيت عندي انا الديناميك فورس زي ايش يا جماعه؟ حاجات غير متوقعه نفس الشيء، الفريق تغير ضفت واحد عي واحد مات، استخدمت نيو تولز افترض هذا المشروع بيلزمك تستخدم التولز الجديده او تكنولوجيا جديده. في عندك فيندو ديفكتس مثلا، انت مثلا جايب على المعبر سيرفر عشان تشتغل عليه والمعبر طبيعي انت بتكون حاسب المعبر ممكن يتاخر التسليم، تحط دائما اسوأ. حاجات غير متوقعه صارت دائما حرب، صار مشاكل في التمويل، برضه بتحسبها في المشاريع هذه. طبعا بتكون مده مشروع اكثر من شهر وشهرين. مشاكل شخصيه، واحد ست ماتت، واحد عيب، ستيك هولدرز عنده مشاكل، ريكويرمنتس غير واضحه، تغيير متطلبات، ري الوكيشن لقيت مقر الشركه، انت بتحسب اذا بقول لك انت شو بدنقل مقر الشركه مش بكون في شركه خطه او بدنقل بيتنا يا سيدي. بدنقل بده اسبوعين لحد ما يجي الانترنت. نبدا نحسب بنقول اكسبكتد تيم نفس الفكره بنعمل ايش؟ نضربهم بطلع عندنا رقم. هاي الدي اف 77 ديناميك فورسز. ايش بنعمل؟ بنضرب الرقمين مع بعض. تبع الدي اف وتبع مين؟ الفولاتايل ابصريش الاولانيات الاف ار تمام يا جماعه بنضربهم بطلع لنا رقم 54. هذا الرقم اللي حنستخدمه في عندنا ايش تبغون يوزر ستوريز في الاول. ايش بنعمل؟ الكومبليت عشان نحسب الوقت
بنقسم الرقم اللي طلعنا في الاول هو الكومبلكسيتي تبع اليوزر ستورج ضرب ال ايش اسمه مجموعهم هو الكومبلكس وال هذا ايش اسمه التايم طلعنا 97 بنقسم على مين على الفيلوسيتي اس المعيقات هذه ايش اسمها ديسيليريشن طلع ديسيليريشن اف اضرب دي اف بطلع معك رقم زي هذا الرقم 98% بكون صحيح بطلع معك بالضبط مشروع بده 46 يوم فاصلة 8/10 46 يوم وايش ونص ساعة 46 يوم جيد جيد لا اساس اليوم 5 اساس لا اساس انه 24 ساعة ما هو الأس هذا ما احنا ليش عملت احنا معقول في اليوم ننجز بس اربع ساعات احنا اربع ساعات طلعت معانا الحسبه احنا فعليا احنا في اليوم مع المشكله لا المشكله كمان بتقلل هذه تمام احنا فعليا قديش حسبنا في اليوم حننجز بس اربع ساعات الفيروس تبعتنا فاحنا عندنا 46 يوم كملات لقيتها هيك 46 يوم لقيتها كم شهر الشهر يا جماعه 22 يوم اذا بندوم قديش خمس ايام في الاسبوع اذا بنداوم 6 ايام 24 كلمه 25 26 25 ونص تمام هذا هو بيطلع معنا بالضبط المشروع 46 يوم كم شهر 46 يوم شهرين واسبوع شهرين وثلاث ايام تمام يا جماعه مش 46 يوم تقول يعني شهر ونص لا شهرين وشيء انك في انك جمعه في اجازات لقيت هذا حسبنا قديش يا جماعه المدة بدنا نحسب مين؟ تكلفة، تكلفة أسهل واحدة. النطق هذا مبلغ ثابت اللي هو إيش؟ 1.681 ممكن كل دولة أو كل هذا في له جدول يعني حسب الدولة والضريبة والمشروع ممكن تتزود أو تنقص يعني ثابتات يعني أنت مش لازم تبحث تتعب فيهم في جدول موجودات فيهم هذه البيانات تمام؟ تضرب هذا الفاكتور اللي هو الرواتب زائد الكوبمنت زائد الرنس هذا يعني الشركه يعني انت فعليا المفروض تطلب واحد في واحد بس الشركه بتاخذ زياده استهلاك اجار قلنا كهرباء تطلبه تطلع عندك التكلفه تقول مثلا اللي هي التي اس هذا يا جماعه ايش؟ التيم سالري في المانث يعني انت بتقول انا راتب الفريق عندي في الشهر 5000 دولار 50000 دولار الساعه يعني لا ما انت بتقول مثلا انت مش قطعت رواتب مش هتلاقي رواتب مثلا مهندس 1000 دولار مهندس 1500 مهندس 800 انت ليش عارف شو هذا قديش 6 6 رواتبهم قديش بدهم يدفع في الشهر؟ 40000 دولار مثلا والمدير والسكرتير والمصمم بده مثلا قولوا 50000 دولار كل مع بعضه بنقول 50000 دولار ضرب 1.681 ضرب مين؟ الاشهر بتطلع عندك الرقم هذا حسينه في الموضوع لو جربت تعمله على مشروع تاخذ انه الامور بيعطيك شيء سحري كمان مره تشين من هنا بنحسب ايش يا جماعه اليوزر ستورز كومبلكسيتي زائد تايم هاي عندنا جدول بنحسبهم بعدين ايش بنعمل بنجمع حاله وبنضربهم بنضرب الكومبلكس في العدد في التايم وبنجمعهم كل مع بعض بعدين ايش بنعمل بنحدد الفيلوسيتي في اليوم بعدها بجيب الفريكشنز اللي هو الاف ار والدي ار وش اسمهم المهم الكومبلكس بنجيبهم ونضربهم مع بعض وبعدين الرقمين اللي بنعمل في النهايه بنضربهم مع بعض يعني كله بنضربه في بعضه بيطلع لنا رقم هذا الرقم بنحطه تحت تحت القسمه فوق الفيلوسيتي وبنقسم الستورز عليهم بيطلع لنا عدد الايام هذا هي بنقسمها على الشهر يا 22 يا 24 يوم 25 يوم يا ما ايش 22 يوم وبعديها بنضرب الرواتب في رقم ثابت في المده بالاشهر بيطلع لنا الرقم النهائي لو جربنا انا جربت اعمل على مشروع 80 دولار انا عملته في مخي سريعا لقيت انه فعلا هذه البنت مش هناخذ معها 5 دولار 10 دولار فاحنا هناخذ معها 80 دولار في عندنا الفريكشنز وهي الانسرتين عند الكونس انا حاسس انها غير واضحه عندها حتغلبني شويه تمام وانا حتغلب لما الاقي واحد فحسبت تكلفتي 80 دولار